ازاي حضراتكم عاملين ايه؟ كله تمام؟ انا من الناس اللي بتشوف ان الكتاب ده اهم منتج في حياتنا كلها، اهم منتج للبشريه. الحضارات زي ما كنت بقول لحضراتكم امبارح كده، الحضارات تستمر وتعيش بالتدوين، فتلاقي الحضارات الكبرى في العالم هي حضارات المدونين. عشان كده اهم حضاره في الدنيا كانت حضاره المصريين، زي ما كنت بقول لك بالظبط امبارح. نحن كنا ندون على كل شيء، فدوننا على ايه؟ دوننا على الحج، كتبنا متون الاهرام، معابد، مقابر، كل شيء دوننا عليه. فبقى في فرصة كبيرة جدا ان احنا نعرف عن الحضارة المصرية، يعني الكتابة هي اساس الحضارة وهي عنوان للتحضر. طيب الكتاب ده اهم منتج ممكن يطلع من الذهن البشري، فما بالك لما يبقى الكتاب ده رواية؟ طيب السؤال بقى، هل بمناسبة، واحنا بنتكلم عن اليوم العالمي للكتاب، هل بمناسبة الذكاء الاصطناعي وهي ثورة عظيمة محدش يقدر ينكر موجودة وبتنتشر وبتكبر ويبقى لها استخدامات أكتر وأكتر وسريعة التطور، هل من الممكن إنها تقضي على هذا المنتج الإبداعي الرواية والقصة والقصيدة وما إلى ذلك؟ ده سؤال مهم، خلونا نطرحه على ضيوفنا الأعزاء. دكتور أسامة عبد الرؤوف عميد كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة المنوفية، منورنا دكتور وشرفنا. وطبعا مينا عادل جيد الكاتب والروائي والصديق وضيفنا في الحلقة، منورنا. أهلا سيدي، أخبارك إيه؟ كله تمام؟ كله تمام. ممكن أستأذن أن أبدأ الأول بمينا دكتور وأسألك مينا، هل تتخوف من الذكاء الصناعي؟ أبدا. ليه؟ لأسباب كتير. أول حاجة هو الذكاء الاصطناعي بيشتغل إزاي؟ إحنا بنمده معلومات فبعدين بنسأله على حاجات فبيرجعها لنا تاني. وغالباً أو رأيي أنا إن الكتابة الحلوة هي اللي إحنا بنلاقيها في الكتاب ده ما بنلاقيهاش في حتة تاني بره. فإذا الذكاء الاصطناعي بيعمل إعادة إنتاج لأعمال بيغذوها بيه علشان خاطر يخرجها لنا تاني. بترجع طبعاً يعني ما ماشي، موضوع قصة لطيف بس هل هي تستحق القراءة ولا لا؟ ممكن يكون عمل رواية مغامرة لطيفة، ممكن تكون مسلية، بس هل هي كتابة يعني زي ما بيقولوا كتابة مجيدة يعني تستحق ان احنا نقراها؟ في رأيي انا لا. وحاجة تاني، لان انا ككاتب يعني الذكاء البشري غير الذكاء الصناعي. الذكاء الصناعي ممكن يكون اسرع وممكن يكون ما بيغلطش، بس الذكاء البشري هو يعني معقد أكثر، بيفكر بشكل منطقي، والأهم عنده حواس، هو بيستقبل العالم من خلال حواس. يعني الذكاء الاصطناعي ممكن يكلمني عن لمسة واحد مثلا لحبيبته في رواية، بس هو ما حسهاش قبل كده، هو جمع معلومات ناس تاني حسها وحطها. فالحواس هي اللي بتفرق الأديب عن أي يعني آلة هتجمع ده. يعني في حضرتك ممكن تكون تعرف اكيد طبعا فيلم ذا سيتي اوف ذا انجلز، طبعا مدينه الملائكه، طبعا لما الملائكه كانوا عايزين يرجعوا يعيشوا في البشر. عشان حب الملاك حب بنته وحب يرجع. لو تلاحظ في دلاله هم كانوا بيتجمعوا، الملائكه كانوا بيتجمعوا في مكتبه، يعني في دلاله ان هم يعرفوا كل حاجه، يعني من قديم الازل هم عايشين ويعرفوا كل حاجه. انما الملاك لما نزل يعني لما قابل حبيبته لما كان يعني بيظهر في حب البشريه، لما لا بس لقاها مره بتاكل كمثره، فسالها هو طعمها ايه؟ يعني هو يعرف كل الحاجات بس ما يعرفش طعمها، ما يعرفش طعم الكمثره. لانه الملاك لا ياكل، لا ياكل. فانما هنا انا اقصد يعني ان هو ممكن يكون الذكاء الاصطناعي او الشيء الخارق يكون يعرف معلومات كتير جدا جدا، بس ما عندوش التجربه البشريه اللي يعني ربنا ميز بيها البشر عن يعني احنا مدللين. انت قلت المشهد، انا بحب المشهد ده لسبب، لانه هنا لما الملاك سال الانسانه طعمها ايه، فادت له خبرتها، فقالت له لما بتاكلها تحس انه في ملايين الكرات من السكر بتنفجر جوه بقك وبتستشعر بحواسك وبالحاجات اللي موجوده في لسانك الطعم الجميل ده. فهو التعبير في المشهد ده كان تعبير بالنسبة لي رائع جدا، بدأت بعد كده كل ما اكل كمثرة أحس بنفس الإحساس. الذكاء الاصطناعي، وهنا بقى هيصححنا فيها دكتور أسامة، الذكاء الاصطناعي بيقدر يجمع هذه الخبرات. يعني أنا النهاردة لما أخش على ذكاء اصطناعي قوي اللي احنا بنستخدمه شخصية زي تشات جي بي تي ولا بارد ولا حاجات زي كده، هو عنده قدرة مهولة زي ما يقولوا كده للولوج إلى كل ما كان مؤلفا وما هو موجود ومطروح على الشبكات، فهو بيكون وجدانه زي ما انت كونت وجدانك.
وتقدر تديله بالبرومبتنج اسئله كتير. يعني افتكر انا كده بتكلم صح، بقعد اساله وانا عايز استخدمه مظبوط، يعني بتجربتي الشخصيه اسال كتير قوي قوي قبل ما تطلب منه منتج. فانت هتقعد تسال وهو بيدور ويطلع لك اجابات، ويدور ويطلع اجابات، فاصبح في عنده وجدان ما او عنده حصيله ما، فبيدي لي منتج. بقى المنتج يطلع روائي او يطلع علمي دي حاجه تانية. وهنا ده سؤال، نفس السؤال اللي بطرحه لمينا، هل نستشعر خطر على الروايه، على الشعر، على القصه؟ هل يقدر الذكاء الاصطناعي يعمل ده؟ هو احنا عشان نرد على السؤال ده لازم نفهم الاول هو هيشتغل ازاي، وهيشتغل ازاي في الحته دي، مش هيشتغل ازاي جينيريك، لان جينيريك دي قصه يعني عايزها تقريبا 500 حلقه من هنا النهارده. فانا دلوقتي احنا في جيل اللي بدا، وحضرتك زي ما تفضلت تشات جي بي تي، مش مهم تشات، المهم جي بي تي، جينيريتيف بري ترين ترانسفور، الذكاء الصناعي التوليدي التحويلي. الذكاء الصناعي التوليدي التحويلي ده بدا انه يعمل حاجه، هو زي ما حضرتك تفضلت في مقدمه البرنامج كده، هو اغلى حاجه في الدنيا هو المنتج المكتوب، التكست، الكلام. حتى ما هو الكلام في الاخر ايه يعني؟ ما هو الكلام ده منطق كتابه. انا النهارده فكري وفكرك، تعليمي وتعليمك، تخاطبنا، مشاعرنا كلها بننقلها ايه؟ علمنا، كله كلام في الاخر. فهو اشتغل على دي وبدأ بالتكست جنريشن، أهم حاجة قبل ما يبدأ بتوليد الصور وتوليد الفيديوهات اللي هي دي بدأت برضه. فركز على ده قوي. النقطة الثانية، هل الجيل اللي موجود دلوقتي هو ده الجيل الأقوى؟ إجابة لا. لا، إحنا ما زلنا أجيال الذكاء الصناعي ثلاثة. إحنا في الجيل منها اسمه نارو إي آي أو الذكاء الصناعي الضيق. الذكاء الصناعي العام ده هيبدأ خلال شهرين ثلاثة، لسه ما جاش. لسه ما جاش. الضيق اللي موجود دلوقتي بدأ يتعامل مع الكتابة ازاي؟ انه زي ما حضرتك تفضلت برضو، هو انطرح له ملايين المراجع، منها ما هو ادبي وعلمي، ومنها 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 ومنها، وتعرض لكل ده في تدريب مكثف لسنين بقدرات حوسبية فائقة. فائقة بمعنى فائقة. والحاجة التانية اللي جنبه هو كلمة احنا بنقول عليها parameters. parameters عندنا معناها ايه؟ معناها عدد الوحدات اللي انت بتقدر تفكر بيها في وقت واحد. هو وصل في الجي بي تي 4 ل 1.75 تريليون. مش بليون، مش مليار، تريليون. وده رقم مهول مهول. حلو؟ احنا المخ البشري فيه مليار، ده بالتقديرات اللي موجودة في الشبكة العصبية. فهو عدد البارامترز كبير قوي. طيب لو انت شفت تشات جي بي تي، وحضرتك واضح من كلام حضرتك البرومبتنج ويو ان حضرتك استعملته وعارفه حلو قوي، وهو بيجيب لك الردود، انت مش بتاخد بالك ان هو بيكتب الحروف الكلمات كده شمال يمين وتنيه كرها كده وهو ماشي بالشمال يمين؟ لانه بيشتغل ازاي؟ زي مخ حضرتك كده لما بتيجي تركب كلمه، انت بتقول كلمه وبعدين تفكر مين اللي يجي بعدها، مين اللي يجي بعدها، مين اللي يجي بعدها. هو بقى ذكاؤه في ايه؟ انه بيعد الكلمه دي احتمالات اللي يجي بعدها في الموضوع ده، لان في حاجه تانية اسمها مورفولوجيكال سيمانتكس اللي هو رابطها بالمحتوى وسؤالك اللي في البرومبتنج. جت كم مره؟ يبقى احتمالاتها الاعلى انهي كلمه تيجي تبقى الافضل بالنسبه للسياق دلوقتي، واللي بعدها ايه دلوقتي ربطا بالمعنى. فهو هيبدا يولد محتوى. طب المحتوى ده زي ما تفضل كده استاذ مينا، في مشاعر بشريه؟ لا. في حس وجداني بشري؟ لا. ألف قصص؟ ألف، بس ألفها قصيرة قوي في المحتوى، وعملها كرتون عشان مش محتاجة كذا كذا، نزلت ساوث باكست وتعمل الكرتون تأليف الذكاء الصناعي مكتوب عليها كده مؤلفة بقبل الذكاء الصناعي. هل يقدر يمشي في المشوار ده إنه يعمل نص كامل كبير؟ لا، حتى تاريخه لحد دلوقتي، حتى تاريخه تمام. لكن هل في أجيال جاية هتعمل نصوص كبيرة؟ حتما فيه. الله. لأن اللي موقف الذكاء الصناعي دلوقتي حضرتك هتستغرب حاجة غريبة، الطاقة. يعني إيه؟ يعني بقى في قدرات حوسبية ضخمة جدا، وفي ما يسمى الجي بي يوز اللي بتعمل القدرات الحوسبية الضخمة جدا، بس مش لاقي لها طاقة يشغلوها بيها.
لان بيقولوا دلوقتي ان على سنه 2030 الذكاء الصناعي بياخد 60% من الطاقه اللي على الارض عشان يشغل المخ بتاعه اللي على مستوى سطح الكره الارضيه، لانه ما فيش مجال تحلم بيه على سطح الارض مش هيدخلوا الذكاء الصناعي. طب، زراعه، سياحه، كل حاجه تخيلها في الدنيا. الذكاء الصناعي من بدا توليدي انا دايما اي مؤتمر كده اقعد فيه اقول لهم كلمه واحده، دي اسمها تكنولوجيا خطه من اول السطر. يعني ايه؟ يعني دوله ناميه، دوله متقدمه، دوله كذا، دوله كذا، كله هيحط راسه في ده، لان اللي مش هيحط راسه مش موجود. ومصر بدات وحطينا تكنولوجيا. اول مره في حياتنا نركب القطر في اوله، في اول محطه بدات. مفيش وزاره في مصر ما قعدناش حطينا لها استراتيجيات. في مصر بدءا من المجلس الوطني الذكاء الصناعي اللي موجود في وزاره الاتصالات لكله. طب النصوص، وبدءا من احنا بدانا نحط في المعالجات في مجلس النواب دلوقتي حقوق الملكيه الفكريه للنص الادبي اللي هيطلعه الذكاء الصناعي تبقى ملك مين؟ اللي كتب برومبتنج زي ما حضرتك قلت كده، هو ده يبقى بتاعه ولا بتاع الاي اي؟ عارف حضرتك الاي اي دلوقتي تشات جي بي تي 4 لما بيطلع لك ملف وورد ولا ملف باوربوينت برزنتيشن، لما تدخل عليه من جوه في الانفو كده تلاقيه بيقول لك ده تم انتاجه من قبل الذكاء الصناعي وتعمل بلغه البايثون، مكتوب جوه لغه البرمجه اللي هو انشا بيها. فاصبح حتى في تشريعات لانهم عارفين ان ده جاي. الجيل الثاني من الذكاء الصناعي الجنرال هقول لحضرتك برضو هيبقى فيه مشاعر، هيبقى فيه جزء صغير مش كبير. ليه؟ هم رايحين لحاجه اسمها مالتي موداليتي. يعني ايه مالتي موداليتي؟ يعني الشات جي بي تي بياخد من حضرتك تكست كبير قوي، لو عرفت تديله ايمج بياخد ايمج، لكن الاجيال الجديده عايزينها تاخد من حضرتك تكست وايمج وصوت وفيديو وتتفاعل مع كل دولت زي البني ادم ما بيتفاعل مع كل دول. هو احنا حواسنا كلها دلوقتي ما هيتنقلت للماشين. حضرتك بتشوف هو عنده كاميرا، حضرتك بتسمع هو عنده مايك، حضرتك بتلمس هو عنده ديجيتايزر، حضرتك بتشم هو عنده كيميكال سنسورز، كل الحواس بننقلها له. لكن احنا الخلق الرباني بتاع حواسنا ارقى. حلو، انا هستاذن اروح لفاصل وهسال على خلفيته ده، هرجع فيها مع مينا على خلفيه اللي احنا سمعناه من حضرتك دلوقتي يا دكتور اسام، التطور السريع جدا اللي بيحصل للذكاء الاصطناعي حتى في اطار انه ان ربنا ادهولنا اكثر رقيا. انا خوفي دايما ان احنا بنبدا بالبعض ثم نذهب للكل. ده قلق. انا شفت مقطوعات موسيقيه معموله بالذكاء الاصطناعي وكان البرومبتنج او البرومبت انجينيرنج اللي اتعملت لها انه سمعوه مثلا كل شغل شوبان، فاديلي نفس المدرسه بس مقطوعه جديده، فطلع حاجه جديده بس هي مدرسه شوبان. يا نهار اسود، ده في كده مشكله. انا في وقت ممكن اروح اقول له ادي شغل مينا عادل جيد وعايزين نعمل كذا، وممكن يديني شغل مينا عادل جيد. الله 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 الله، فاصل ونكمل الكلام. هبدأ معاكم بآخر جملة قلتها قبل ما ندخل حالا دلوقتي على هو أفلام الخيال العلمي هتطلع علينا، يعني عارف أنت الجملة بتاعت اللي عملناه في الناس هيطلع علينا ولا إيه؟ خلوني أرحب مرة تانية بضيوفي الأعزاء، دكتور أسامة عبد الرؤوف عميد كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة المنوفية، وطبعا الكاتب والأديب والروائي مينا عادل جيد. وكنا بنتكلم على، شفت اللي دكتور أسامة قاله وكمان اللي قاله في الفاصل أظنه يدعو للخوف يا مينا. ممكن يعني يدعو للقلق ممكن، لكن مش الخوف رأيي. ده كل اللي حصل ده طلع يعني كأنه جينيريشن زيرو، ده احنا لسه ما دخلناش في الغميق. يعني والله ممكن يعني، بس انا مش متشائم قوي. على الاقل مثلا اللي علاقه بالكتابه اللي انا ممكن اكون بعرف فيها شويه، مش شايف ان هو ممكن برضو يكون مؤثر، لان الاسلوب ده حاجه مهمه قوي في الكتابه. وغالبا يعني مش كل الكتاب، يعني كتاب معينين ما هو بيكون عندهم اسلوب، فمجرد بتقرا جمله تقول دي ده فلان، ده نجيب محفوظ، ده ابراهيم اصلان، اسلوب. وفي صوت ادبي كمان بيكون جوه، يعني انا شايف ان رحله الكاتب ان هو لغايه ما يوصل يعني بالبلد يقفش صوته يقول يعني مصطلحات الروائيات حلوه، في صوت ادبي. في صوت، هو صوت يعني بيبقى هو ده الصوت. حاجه تاني ان الحكايه مش معلومات،
يعني هو في رايي انا الفن او الكتابه، برضو اركز على الكتابه عشان تبقى اعرف فيها اكتر، هو مش ايه اللي هقوله، هو ايه اللي مش هقوله. يعني ما هو يعني في تجارب، في قصص خدت جوائز في غالبا في الصين وفي اليابان، في كاتبه يابانيه استخدمت الذكاء الاصطناعي في الروايه اللي هي كانت بتكتبها عن السجون في اليابان او حاجه زي كده، استخدمتها بنسبه 5%، يعني بس استخدمتها انها جابت معلومات ما حطيتها، بس يعني 95% هي اللي كتبت. وفي راجل برضو في الصين ده برضو قريت عنه، استخدم قدم على جائزه وبعد ما كسب الجائزه قال لهم انا عملتها بالذكاء الاصطناعي بعد ما خد جائزه ادبيه. بس طبعا ده الخبر اللي جالنا، انما ممكن بصدر تانية تدور شويه تلاقي ان هو قال له انا عاوز اكتب قصه كذا فاداله قصه، انما هو اثقل القصه دي واشتغل عليها ووصل عدد الحروف من 43,000 حرف ل 60,000 حرف او حاجه، يعني اشتغل عليها، زود عليها تاني، حط على العنصر البشري. فمش يعني اللجنه مش يعني الموضوع جالنا على اساس ان الذكاء الاصطناعي عمل القصه والقصه فازت وانتصرت، انما هو اثقل النص ده وحرر النص ده وممكن يكون حط فيه بلمسته حاجه الانسانيه، بلمسته الانسانيه يمكن، يعني يمكن هو ده، بس انا متاكد ان هو عمل ده، يعني هو بيقول ان هو عمل ده. في حاجه ثانيه، يعني مثلا في برضو قصه قريتها يعني عن في علماء او باحثين من كندا وبريطانيا جابوا دخلوا على شات جي بي تي وادوا له 17 نص للشاعر الامريكي والت ويتمان، قالوا له قلد اسلوبه، رغم ان هم ادوا له 17 نص دي ما عرفش يجيب الاسلوب بتاعه برضو. لغايه اللحظه اللي احنا فيها انا رايي ان هو مش يعني ممكن يكون على المستوى البعيد ما نعرفش يحصل ايه، بس انما لغايه اللحظه اللي احنا فيها انا رايي ان الانسان الوحيد هو اللي بيعرف يعمل فن. احنا في كائنات بشريه كتيره جدا ما حدش بيعمل فن غير الانسان، في كائنات موجوده حوالينا، بس هو الانسان هو اللي بيقدم الفن طول الوقت، يعني منتج بشري، منتج ابداعي. طب انا هنا وانا برجع لدكتور اسامه، يمكن ده يبقى يجوز ده سؤالي الاخير في الحلقه، لكن انا اتذكر شفت فيلم من كذا سنه، مخرج عنده قصه لفيلم محدش متحمس ينتجها له على الاطلاق، فقرر انه هيقعد يخلق او يصمم بطله لهذا الفيلم بالذكاء الاصطناعي، وبدا يديلها مثلا، يقول لها ان يدي الذكاء الاصطناعي انه انا عايز المشاعر بتاعه فلانه لما بتمثل، وعايز اختلاجات الوجه بتاعت علانة لما، وعمل أول فيلم لهذه البطلة اللي ما كانتش موجودة في الوجود مجرد ذكاء اصطناعي، والناس قعدت تتفرج على الفيلم في العرض الأولي البريمير وقعدت تعيط، يعني وكأنها ادت لهم إحساس. عارف انه ده ما حصلش لحد دلوقتي، السؤال دكتور أسامة، هل ده وارد؟ طيب هو بداياته حصلت ازاي؟ حاجة تقلقنا دي. السنة دي أعلى ثلاثة خدوا إنفلونسرز على مستوى أوروبا، لقوا 2 منهم شخصيتين مش موجودين في الوجود أساسا ومعمولين بالذكاء الصناعي، كل صورهم اللي كانت بتطلع الفترة اللي فاتت وبيكتب أخبارهم وكذا وكذا وكذا، شخصيات غير واقعية والذكاء الصناعي اللي عاملها وكذا وكذا. وبعد ما أثروا التأثير الرهيب ده كله واللي عملوا الضجة دي كلها واللي خلقهم وعملهم مطلعهم بقى زي ما هو عايز بأشكال وصور زي ما نفسه، الدنيا اتقلبت لما عرفوا ان دولت مش موجودين في الوجود، ومحدش عرف طول الفترة دي ان دي مش شخصيات حقيقية. محدش عارف عشان محدش مخون، ولا محدش عارف من كتر اتقان التنفيذ، اتقان بتاع المرحلة الحالية دلوقتي، لان بقى في جوه الذكاء اسمها حاجة اسمها ديسكريميتورز اللي هو بيقدر يراجع على نفسه ويشوف انا دخلت صوره بشريه وصوره كذا، هل انا دلوقتي قادر اميز مين البشريه ومين اللي انا انتجتها؟ الذكاء الاصطناعي ما بيعرفش بعد كده، هو نفسه يعني هو بيعمل خلاص الجينز اسمها كده، بدا يراجع على نفسه بقى هو يتلخبط مين الحقيقي. عارف حضرتك كده لو واحد جه زيف عمله عنده عمله اصليه وصل من دقه تزييف لما لخبطهم على بعض ما بقاش عارف مين الاصلي، هو بقى كده دلوقتي. فالشكل ده طلع من اعتقد شهر بالظبط، حاجة جديدة كده بس بيتا فيرجن، بتقول له اكتب لي السكريبت اللي انت عايزه بالشكل اللي انت عايزه وانا هديك الفيديو بتاع السكريبت، ووصف لي الشخصيات ووصف لي كل حاجة، وطلعوا حاجات مدتها 3 دقايق، انت مش هتعمل اي حاجة، انت هتكتب سكريبت زي كده. استاذ مينا بيعمل سكريبت جميل كده بكل كل شكله وكل وصف للبطل والبطلة والسينز والديكورات واللي 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 كده، تكلفة الانتاج هتنزل ازاي قدام شوية؟ خلاص
تمام خلاص حلو. هتحتاج بقى انك تجيب ابطال بالاشكال اللي انت عايزها وكذا وكذا، ولا هو يعمل لك ابطال من اللي ما حصلوش؟ هيعمل لي اللي ما حصلوش بس كده بقى. المهندسين الجدد هم دول اللي هتبقى اسعارهم في السماء. بالظبط. النقطه الثانيه، خلينا نقول انها عمرها ما هتروح بالشكل القوي ده قوي، وان لازم برضو انا ساعات البني ادم بيرتبط بممثل وممثله من كتر فرط ما هو نقله احساس، فيبقى عايزه شخصيه يحس من جواه ان هو لحم ودم في الاخر. لانك ممكن تفقد التواصل لو حسيت ان ده انا او ده حاجه مش موجوده. ايوه. فتفقد احساسك بيه. ايوه. لكن ممكن يحصل الميكس ان الاثنين يدخلوا مع بعض، يعني يبقوا الاثنين جوه سين كامل، جوه فيلم كامل، ده جنب ده جنب ده، زي ما قابلنا ان في بطل بيطلع بشخصيتين جوه فيلم وهو تكرار تاني نتيجه ان الكمبيوتر تطور جدا وقدر يحطهم جنب بعض. النقطه الثانيه، التطور اللي هيحصل بقى اللي هيقرب الدنيا دي ايه؟ حاجه بيسموها الميتا داتا. يعني ايه الميتا داتا؟ انا بنضيع يا مينا. بنضيع والله. الميتا داتا، انا لسه كنت بكلم حضرتك في الفاصل على موسيقى كويس. بالمناسبه دكتور اسامه بيلعب بيانو من هو عنده 6 سنين، لاحظت ان هو ثقافه موسيقيه تخض. فقلت له ايه ده؟ حضرتك بتحب الموسيقى؟ قلت له انا بلعب بيانو من وانا عندي 6 سنين. الله يكرمك. لما كنا بنتكلم على فيفالدي دلوقتي، اه انا النهارده لو سمعته موسيقى وقلت له اسمع دي واسمع دي وده اسلوبه وكذا وكذا، وقلت له ده لفلان الفلاني وقعد يتدرب عليه، بس اديتها له من غير ميتا داتا، ولا لما اديها له ميتا داتا. يعني ايه ميتا داتا؟ ايوه. يعني اقول له سمعت دي، دي الفور سيزونز، ده ايه؟ ده السبرينج، ده الربيع. ده الربيع ازاي؟ بص الكمانجتين اللي قصاد بعض دول، دول عصفورتين اتنين بيغردوا. انا وصفت له. سمعت الجزء اللي دخل بالالات الهارب، الهارب واللي كذا، ده الرياح لما دخلت من ورا. سمعت الجزء الملوفونية ده بقيت الناس كلها بقوا كلهم فرحانين زي العصفورتين وطاروا مع بعض كسرب مع بعض. فوصفت له الاحساس بميتا داتا. تمام. اما اجي في المشاعر اوصف له المشاعر واقول له هنا حصل لهم كذا وهنا حصل لهم كذا وهنا حصل لهم، فاصبحت بنقل له تدريب ان انا بودي له جزء من الحس البشري كمان عشان انتاجه يبقى مقارب للي احنا نفسنا يطلعه. المسألة تخض وتحتاج مننا المزيد والمزيد من الحديث والمناقشة، بس للأسف وقتنا خلص. أنا عايز أشكر حضراتكم جدا جدا على وجودكم معنا النهاردة. مينا عادل جيد الكاتب والروائي، وطبعا أنا بتشرف أن أنا أقول والصديق اللي منورنا في البرنامج، دكتور أسامة عبد الرؤوف عميد كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة المنوفية، واللي أنا سعيد جدا باكتشافي أنه عاشق للموسيقى وبيحب البيانو من وهو عنده 6 سنين بيلعب بيانو. شوفوا بس هو بيتكلم عن المزيكا بشكل احترافي، كنا بنتكلم فيها في الفاصل، دي هتبقى حدوته تانية، ممكن نقعد مع دكتور اسامه بعد كده قعده مزيكا كمان. انا بشكرك جدا، نورتنا دكتور اسامه، شكرا جدا ليكم. الوقت جري صحيح، لكن الكلام ما خلصش، حالا هيكون موجود معاكم كريم رمزي وبرنامجه رقم 10. اما احنا لو كلمنا العمر هنقابلكم بكره ان شاء الله في نفس الميعاد وبرنامجكم 9. سلامات.